الأخت الفاضلة الزوجة الجديدة، حابب بس أوجه لك رسالة. أرجوك، الإنسان اللي تزوجتيه لم تتملكي بعقد استعباد، ولا تلعبي أرجوك دور الضحية، بحيث أنه مجرد ما أنه في جزء طبيعي، هذا الإنسان اللي تزوجك جاي وتربى بعيلة 25-30 سنة، لهم حقوق عليه وأمه إلها حقوق عليه، لا تكون أنت سبب بأنه تدخلي بالدلع والدلال والغنج اللي متعوديته بعض البنات بأسلوب إنه مجرد ما دخلت عليه هذا استملاك تام، فأي شيء بيطلع عن إطار حاجاتك اعتبريه مقصر، وتصيري تبكي وتعملي حالك زعلانة وتلعبي ألعاب الأفلام هاي كلها. تسامحيني، اعرفي إنه حقه أو أهله، بالذات أمه وأبوه، إلهم حق عليه زي ما أنت إلك حق عليه. وأروع طريقة، أروع طريقة إنك تعاملي زوجك فيها، تتخيلي انت نفسك في البيت، اخوك لما تزوج قديش، شو الاشياء كان بتفرحكو من كنتكو اللي هي مرت اخوك، قديش كنتوا بتنزعجوا وبتضايقوا مثلا على سبيل المثال من سلوكات معينه، ابتعدي عنها. فهذا اروع طريقه تعرفي فيها لاي درجه انت انسانه رائعه داخله على خط حياه زوجك. هذا على اعتبار انا ما عم بناقش الان اذا زوجك كان اصلا ظالم ومتفقين على ظلمه، لا عم بحكي على الزوج الودود الحباب اللطيف اللي مش عارف كيف يتصرف، مشوش 24 ساعة بين ضغوطاتك وضغوطات أمه. جزء من حل المشكلة أنت الأذكى، أنت الأمرن، أنت الأصغر، أنت الأوعى، على افتراض أنه حماتك مقصرة. فتذكري، وجزء من الأسلوب في الذكاء تتعاملي مع زوجك أنك تطلعي شو أشياء كنت تحبي مرت أخوك تعملها مع أخوك، باعتباره تربى في البيت وساتكم بتحبوه أنتوا أخواته، فجأة شوف طلع خطفته منه، طلع بضلها تتدلل، أنا فاهمة يا شغل البنات وعارفة عاملة حالها زعلاني وعاملة حالها من كذا، مشان إيش؟ مشان تخطفه منه. طيب هل عم تعمل نفس الشيء أنت؟ فهنا روعة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.